ماذا يقول رئيس دار الطرب عن حضرتك الأستاذ فؤاد جسوس؟ نستمع إليه ثم نعود إليك. ما تنفرد به غزلان مليح هو الصوت القوي في حنان والصوت المتمكن في إخلاص والصوت الذي يوقر في مصداقيته. المليح غزلان أسميها أنا ومنذ بدايتها المواظبة على كل الأفعال الفنية الأصيلة، كانت مغربية أو عربية، فكانت لها صوت قزحي تتجلى فيه كل الألوان النمطية العربية والمغربية. كانت منذ بدايتها تعانق وتشاطر البند الرئيسي لجمعية دار الطرب التي لي الشرف أن أكون رئيسا لها، وواظبنا منذ بداية المشوار الطربي في دار الطرب أن نعانق فكرة هي تفويت المشعل العربي المغربي الأصيل للأجيال الواعدة. والمليح كانت من المطربين والمطربات اللواتي كأنت لتفويت هذا المشعل، فحملته على عاتقها في هذا الوطن الحبيب المغرب، وحتى مغادرتها إلى الديار الفرنسية بقت وواظبت على هذه الفكرة التي هي توطيد المشعل الفني العربي الأصيل. فواكبت بإخلاص وواكبت بمصداقية، وفي نظري الإخلاص والمصداقية هو الذي يطغو على كل نجاح. فنطلب من الله عز وجل أن تكون متألقة في مسارها الفني وأن تكون نجمة من النجوم العالمية في الميدان العربي والمغربي. يبقى أن غزلان من الناس أو الأناس المتخلقين جدا، وهذا يكون حافزا لكل فنان منذ البداية. فالفنان لابد أن يكون في حسه رقيق وأن يكون في حسه إنسان. نطلب من الله عز وجل أن يوفقها في مسارها، وأن نكون جميعا وراء موهبتها وكل المواهب. سؤالي إليك غزلان، من وجهة نظر هذا الجيل والتي أنت تتنبين إليه، كيف يمكنك تفادي ما أهمل أو افتقد في حق الموسيقى والغناء العربي والمغربي الأصيل، وكيف سوف تواكبين على حمل هذا المشعل الشريف؟ شكرا جزيلا لرئيس دار الطرب الأستاذ فؤاد جسوس.